بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم. نحن الآن في الأسبوع العاشر، مادة القرآن الكريم، تلاوة سورة الفتح من آية 27 إلى آية 29. حبيبي الطالب، افتح المصحف وعلى الآية على سورة الفتح آية 27 واقرأ معي هذه الآيات وفقك الله. نفتح الآن السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حبيبي الطالب، أعد سماع هذا المقطع مرة ومرتين وثلاث حتى تطبق مهارات التلاوة، وفقك الله وأعانك.